بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، بنستأنف أسرار العمود الفقري. المرة اللي فاتت توقفنا أو تكلمنا في العلاج الطبيعي كأحد خطوط علاج آلام أسفل الظهر. استكمالا لهذا الخط من العلاج، وتكلمنا فيه عن العلاج بواسطة العلاج الحراري والعلاج الكهربي عن طريق التحفيز العصبي للعضلات والتحفيز العصبي للأعصاب العصب الوركي، بتؤدي إلى انقباضات في العضلات. هذه الانقباضات تساعد على زيادة سرعة جريان الدم في العضلات نفسها، وكذلك بتساعد على إفراز الاندورفين أو المورفين الداخلي، وهو المادة التي تؤدي أو تقضي على الألم في الجسم، وهي المادة الطبيعية التي تؤدي إلى القضاء على الألم. ننتقل بعد كده إلى التمارين العلاجية للعمود الفقري. فرق ما بين التمارين العلاجية وتمارين اللياقة هي ان التمارين العلاجية بتنقل، هي تمارين بيؤديها المريض، يبقى هي تمارين مصممة لحالات مرضية معينة وليست تمارين لياقة. تمارين اللياقة بتهدف الى نقل الانسان من حالة اللي هو قليل اللياقة البدنية الى حالة واحد مرتفع اللياقة البدنية. اما التمارين العلاجية فهي للمريض الذي لم يصل بعد الى مرحلة انه حتى قليل اللياقة البدنية، فهي بتبقى تمارين مصممة خصيصا لعضلات معينة لاصابات معينة وهكذا. بتنقسم عندنا التمارين العلاجية الى شقين، الى تمارين الانثناء وتمارين الانبساط للعضلات للعمود الفقري. تمارين الانثناء بتهدف الى ان هي بتعمل استطالة، هي تمارين استطالة للعضلات الخلفية للعضلات العمود الفقري، فتؤدي الى انها بتقلل التنشن او بتقلل التقلص والتوتر في عضلات العمود الفقري، فتقطع سلسلة الألم اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. كذلك ان هذه التمارين تساعد على توسيع الفتحات اللي هي المخارج الجذور العصبية من العمود الفقري. لما يحصل استطالة عن طريق تقوية عضلات البطن بتفتح المخارج او بتوسع المخارج الجذور العصبية، تؤدي الى تحسن الدورة الدموية في الجذور العصبية. الحقيقة من فوائد التمارين او العلاج النشط للألم الظهر ان هو اصلا بيعود المريض اللي هو عادة بيبقى غير معتاد على اداء تمارين رياضية، بيعود المريض ان هو يؤدي هذه التمارين او يؤدي التمارين الرياضية دي، ممكن يؤديها كل يوم او احيانا بيبقى 3 مرات في اليوم يؤدي بعض التمارين. والتمارين دي في غاية، واحنا هيبان يمكن مع عرض صورة او الفيديو الخاص بتمارين الام اسفل الظهر، الحقيقة هنفهم منها حاجات كتيرة جدا، وازاي هذه التمارين بتبقى مفيدة. ننتقل بعد كده الى خط اخر من خطوط العلاج، وهي العلاج البديل. زي ما احنا شايفين ان خطوط علاج الام او علاج العمود الفقري خطوط علاجية كتيرة، وعادة احنا بنستعمل
اكتر من خط علاجي، سواء كان علاج بالعقاقير والعلاج بالعلاج والعلاج الطبيعي، ويمكن يكون معاها كمان علاج او حاجات من العلاج البديل او الطب البديل زي الابر الصينية او العلاج بالاعشاب والمساج بالاعشاب. العلاج بالإبر الصينية زي ما احنا عارفين ان ده عبارة عن هي الطريقة التقليدية او الطريقة القديمة في العلاج في الصين، اللي هي بتتكلم على ان في حاجة اسمها مسالك الألم او مجاري الألم. مسالك الألم دي هي احنا بنحط فيها او بيحطوا فيها إبر صغيرة، ويمكن ان عن طريق تحريك هذه الإبر بيتم تحفيز اخراج الاندورفين او المورفين الداخلي الذي يتسبب في علاج حالة الالم اللي موجودة، او بتتوصل باجهزة كهربائية بتعطيني بعض الذبذبات الكهربية اللي بتؤدي الى نفس العمل وهو تحفيز اخراج الاندورفين او المورفين الداخلي. المساج كذلك ببعض الاعشاب زي زيت الفلفل، وزي مخلب حاجه عشبه اسمها مخلب الشيطان، عشبه موجوده في جنوب افريقيا، من الحاجات اللي هي بيبقى ليها اثر جيد في استعمالها سواء كان عن طريق الدهان او المساج العميق او السطحي، بيبقى ليها علاقه لطيفة او بيبقى ليها اثر لطيف جدا في تخفيف الم العمود الفقري والام عرق النساء. كذلك بيبقى في عندنا حاجة اسمها اللي هي تحريك العمود الفقري. تحريك العمود الفقري عن طريق الاخصائيين بتوع تحريك العمود الفقري، وده بيبقوا واخدين دورات في تحريك العمود الفقري، مش اي حد بيطقطق او اي حد بيعمل تحريك للفقرات، لازم بيفحص المريض فحص جيد، لازم بيشوف الاشعاعات بتاعته ويشوف هل المريض هيتحسن مع تحريك العمود الفقري ولا مش هيتحسن ويحتاج الى التدخل الجراحي، فيبعته بعد كده تاني الى اخصائي او استشاري العمود الفقري. تحريك العمود الفقري بيبقى الهدف منه في بعض الحالات ان بيبقى في بعض الانسجة بتبقى محشورة ما بين المفاصل الخلفية، بتبقى داخلة فيها فبتسبب بعض الألم، أو بيبقى في مال بوزيشننج، يعني الوضع بتاع المفاصل الخلفية ما هوش مظبوط فبيبتدي يرجعه للوضع الطبيعي بتاعه. كذلك في مفصل الحرقوفي العجوزي بيعمل نفس الحكاية، طريقة تحريك معينة بحيث انه بيرجع اي حركة تكون ما هيش مظبوطة في المفصل. في بعض الحالات بيبقى العصب نفسه مشدود على الانزلاق الغضروفي، فبيهدف عن طريق تحريك العمود الفقري انه يبعد العصب عن الجزء من الغضروف اللي هو خرج من الحزام الليفي. نتوقف هنا علشان نستأنف في المرة الجاية ان شاء الله نتحدث باستفاضة عن العلاج الجراحي للآلام العمود الفقري او اسفل الفقرات القطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.